تقويم مصري وعالمي في التاريخ الإنساني هو تقويم شمسي وصفه قدماء المصريين يعني بالتقويم، يعني قسموا السنة ل 13 شهر. يعني علشان نقرب أكتر من معلومات أكتر عن التقويم المصري، معنا عبر الهاتف المؤرخ والعالم والمحاضر الدولي عالم المصريات الأستاذ بسام الشماع. صباح الخير أستاذ بسام. صباح النور، وبحيي جميع السادة المستمعين بتحية مصرية قديمة، ونقول هيرو نفر، يعني يوم جميل. أنا هحيي حضرتك بتحية مصرية خالصة عشان أنا مش عارفة بالفرعونية هتبقى إيه، إن أنا بهني حضرتك طبعا على تكريم حضرتك من قبل الأمم المتحدة عن محاضرتك عن نهر النيل، ماضي وحاضر ومستقبل، يعني تكريم لمصر الحقيقة، يعني مش ممثل في حضرتك، فألف يعني مبروك. مبروك لمصر، والله يبارك فيك أولا، ومبروك لمصر والمصريين كلهم ولكل العرب، لأن الحقيقة فكرة إن العالم كله يبقى مهتم بفكرة نهر النيل وكيف تعامل معها مصر القديمة. وبالمناسبة إحنا مش بعاد في موضوعنا النهاردة، لأن نهر النيل برضه لعب دور كبير، وفي المحاضرة أنا شرحت عبقرية المصري القديم في التعامل مع التقويم أيضا عبر نهر النيل. بالأمس وأنا بتفق مع حضرتك على اللقاء، يعني حضرتك قلت لي أنا هقول مفاجأة للمستمعين صوت العرب، يعني حاولت إن أنا أعرفها، حضرتك قلت لي لا أعرفيها مع المستمعين، يا ترى إيه هي المفاجأة دي؟ هي الحقيقة مفاجأة مدوية فعلا في عالم التاريخ، ودائما المصري القديم بيفاجئنا وبيخلينا دائما يعني متحفزين كده، وكل يوم الصبح نصحى الصبح متوقعين ان هو يفاجئنا بحاجات عظيمة جدا. بدعوكم جميعا وجميع الإخوة العرب وجميع المستمعين إلى زيارة المتحف المصري بالتحرير، أبو المتاحف كما نطلق عليه أو جد المتاحف بقى. وأول ما حضرتك هتخش من المدخل على يمينك هتلاقي لوحة 2 متر 22 سنتي ارتفاع، ده رقم سهل إن احنا نحفظه، 2 2 2. اللوحة دي لوحة حجرية سميكة عليها نص وعليها مناظر منقوشة، اكتشفها في منطقة اسمها كوم الحصن. كوم الحصن دي في محافظة البحيرة العظيمة. النص الموجود نص كبير يطول شرحه، لكن أنا هنقي جملة واحدة منه. الجملة دي بتثبت وبتؤكد بما لا يدع مجالا للشك، وده خلاص اتفق كل العلماء العظام على هذا الموضوع من زمان، ولكن هذه اللوحة أزيح يعني التراب من عليها كلؤلؤة من لآلئ تاريخ مصر التي صدرت للبشرية هذه الجملة: أن العام 365 يوم وربع، وربع دي كانت هي الإشكالية في كثير من التقاويم. فال 365 يوم وربع اللي احنا ماشيين عليها دلوقتي اللي هو المدى بتاع العام، هو فعلا اختراع وابتكار ودراسة ورصد مصري قديم يرجع لعصور البطالمة في مصر، والنص مكتوب بالهيروغليفية وكتابات أخرى، وبالتالي تصبح مصر هي الدولة التي صدرت للعالم هذا الرقم اللي اعتمد عليه بعد كده في التقويم اليولياني اللي هو بتاع يوليوس قيصر، ثم من بعده جاء الأب جريجوري علشان يعمل التقويم الجريجوري اللي هو احنا ماشيين عليه دلوقتي، اللي العالم ماشي عليه دلوقتي، هو عندنا التقويمين، التقويم الجريجوري والتقويم الهجري الإسلامي. يبقى ده جريجوريان كالندر أو الكالندر الجريجوري أو التقويم الجريجوري، كل دول أخذهم جريجوري واليولياني، أخذهم من التقويم المصري القديم الدقيق بشكل عبقري جدا. وبالتالي ما تكونش مصر بقى بس صدرت فكرة الحكمة والبناء والتصميم المعماري والهندسة والطب والطب. والكيمياء، أي نعم، والطب والكيمياء والتشريح والصيدلة بالمناسبة، ولما نعمل لكم حلقات عندكم على العلوم اللي ابتكرها مصر القديمة من واقع النصوص المصرية القديمة، بل هي كمان صدرت علم الفلك كأول دولة في العالم صدر هذا العلم الدقيق.
يعني أستاذ بسام، لما ابتدى المصري القديم يفكر في عمل تقويم للسنة، يعني كان إيه أسباب إن هو فكر في الفكرة دي؟ النقطة التانية، ليه قسم السنة أولاً 13 شهر؟ هو طبعا السؤال بتاع حضرتك هو سؤال يعني تجيب عليه البشريه جمعاء، لان المفروض ان انت لما بتيجي تبحث عن شيء او بتبتكر اداه علشان تحسن من حياتك اليوميه في حاجه اسمها الاختراع. ايه الحضاره بتسبق حضاره تانية ليه؟ يعني انا سالت نفس السؤال ده على مدار ال 42 سنه اللي انا قرات فيهم تاريخ. بقول لنفسي هو ليه الحضاره المصريه طبقه؟ يعني ليه الحضارات زي البابليه والسومريه سبق؟ ليه الحضارات زي الفينيقيه واليمنيه والعربيه والنوبيه سبق؟ ليه حضارات زي شمال افريقيا وهكذا؟ الحضاره بتسبق علشان بتبتكر. ده بصوا يا جماعه، ده الجمله اللي انا وصلت عليها بعد كل السنين دي من الدراسه. ان انت بتبتكر فبتسبق. تبقى انت في المقدمه. طب يعني ابتكار؟ يعني في حاجه ما كانتش موجوده وبقت موجوده. وبالتالي انت بتحسن من حياتك اليوميه. الفلك والتقاويم وتقسيم العام الى مواسم كما فعل المصري القديم، وهشرح لكم في 30 ثانيه بالظبط التقسيمه دي جت ازاي، هتكتشف ان هي بدات منذ ما قبل التاريخ، ما قبل التاريخ بالهمزه على الالف. أيوة. وما قبل توحيد القطرين. ليه؟ لان ده حسن له الحياه اليوميه. من 14,000 عام 100 كيلو غرب ابو سنبل في الجنوب المصري العظيم اكتشفوا من كام سنه دائره حجريه قطرها 4 متر بها احجار بتشير الى مكان شروق الشمس في اول يوم في موسم الامطار. زمان يا جماعه المطر في مصر كان بيجي في الصيف. المطر ده كان بيملى بحيره، وتم اكتشاف البحيره الجافه ايضا في نفس المكان، يطلق على المكان ده دلوقتي نابتا بلاي، اللي هيبحث عنها نابتا بلاي، انا هعمل عليها مقالات وعامل عليها. المهم ان نابتا بلاي دي اكتشفوا العلماء العالميين انها اول اختراع لدراسه واحد بوصله، اثنين الاتجاهات شمال جنوب وجنوب شمال بزاويه، ثلاثه ميناء ساعه، أربعة تقويم، خمسة تقسيم العام إلى مواسم له علاقة بالأمطار وله علاقة بالزراعة وله علاقة بالمياه. والمياه ربنا سبحانه وتعالى خلق من المياه إيه؟ كل شيء حي. فبالتالي طول ما هو فيه مية في حياة، وبالتالي هو عشان يعيش لازم يدرس المية دي جاية إمتى ومش هتيجي إمتى علشان ينظم أموره. وفعلا منطقة نبتة فلاي ديت بتبقى مطيرة في أحيان معينة بتملى فيها البحيرة، والأحيان اللي ما فيهاش فيها البحيرة تتملي كان بيرجع وادي النيل ال 100 كيلو دول كان يرجعهم تاني. الكلام ده يا فندم من 14,000 عام. احنا عندنا توحيد القطرين وبداية عصر الأسطورات 3200 قبل الميلاد، احنا بنتكلم دلوقتي بقى 14,000 سنة مضت. أيوة. فإذا أول علم ابتكره المصر القديم العبقري قبل الهيروغليفيه وبناء الاهرام والمثلث وكل ده كان الفلك. ادي واحد. اثنين، تيجي بقى على التقسيم. هو قسمها 360 يوم في الاول سنه، وبعدين لقى ان في ديسكريبنسي، لقى ان في عمليه يعني مش دقه كبيره في الموضوع، فاضاف خمس ايام وعمل لهم رابط دين، لان المصر القديم كان حياته شغاله بالدين، شغاله بالعقيده. فراح قايل خلاص الخمس ايام دول عشان انا اضيفهم لازم اضيفهم دينيا، وراح عمل ليهم علاقه بين السات المعبوده الاسطوريه الشهيره اللي قلت لك عليها بعد كده ايزيس. ما ايزيس دي مش هيروغليفي، اي حاجه فيها حرف الزال والزين ما تبقاش هيروغليفي، لان المصري القديم لم يبتكر حرف الزال او الزين. فهي السات بالهيروغليفيه الصحيحه تحولت الى ايزيس. اوسير اوزوريس سات ونفتيس وحر، حر اللي هو حورس. يبقى في خمس معبودات بخمس ايام. فبقت العام 365 يوم، برضه لسه عنده ديسكريبسي، لسه عنده الربع ده عامل له قلق شويه. فهو طول ما هو ماشي المصري دلوقتي، انا جت لوحدكم الحصه بقى زي ما اتفقنا في اول الايه؟ في اول اللقاء. وظبطت 365. يبقى اذا التاريخ المصري في اي تاريخ في العالم بيمشي بحاجه اسمها ترايل اند ايرور، اللي هي التجربه والخطا. فهو يجرب لما يوصل للحقيقه، وده عملها في علوم كتيره جدا. جه على التقسيم،
قال طيب أنا دلوقتي عندي موسم اللي هو الأولاني، أول موسم في السنة هو موسم الفيضان، لأن الفيضان تحكم في حياة مصر القديم تماما تماما. يعني الفيضان ده هو بداية العام.